ثلاثة قتلى على الأقل وأكثر من 35 جريحا في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف مقر الشرطة وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأدى الانفجار إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان فوق المدينة، وتسبب في حفرة عميقة في الشارع وفي نصف نوافذ المبنى الواقع في منطقة عبد في القاهرة، وألحق أضرارا بواجهة متحف إسلامي مجاور.